راح نبتدي ونكمل ورشتنا اللي ذاك اليوم انتهينا من عندها. بس حاب أذكركم بعض النقاط اللي تكلمنا فيها. طيب نص ساعة دي جي ام محمد؟ نعم تفضل. لا ال 50 دقيقة إن شاء الله على حسب اللي عنده. 50 دقيقة؟ نعم. شكرا لك. حاب أذكركم بشوية نقاط إحنا تكلمنا عنها. أول شيء تكلمنا شلون إن إحنا ندخل على الموقع وشلون كعضو جديد يسوي ريسيت حق الباسورد ماله، لأن ما راح يعطي توست ماستر باسورد، لا إحنا راح نسوي عن طريق، خلونا إيش رأيكم نسوي شير وعلى السريع كذي نذكر بعض باللي صار معنا في الورشة الأولى. مثل ما تشوفون هني نروح على لوجن. لما نروح على لوجن نروح على forget password، أول ما يطلع لي على الصفحة ننتظر النت. قبل ما يطلع النت خلونا نتذكر الخطوات اللي بعدها. جينا وقلنا في عدة أماكن نقدر ندخل على المسار التعليمي مالنا. هذه الأماكن أول مكان منهم نروح على كلمة باثوي مثل ما تشوفوا في القائمة فوق. هذه أول طريقة. وثاني طريقة نروح من خلال اللي راح يطلع لنا على صفحتنا الرئيسية، هم راح يطلع لنا كلمة الباث. أتوقع شوي مهنق الوضع، ثواني بس خلونا نعم نعيد الشير. ان شاء الله النت يكون معنا هالمرة ما يكون علينا. مثل ما تشوفون هني كلمة اللوغن، نرد مرة ثانية على نفس الموضوع ونشوف إذا تتذكرون رحنا عند كلمة forget password، ومن هني نقدر نسوي reset. راح توصلنا رسالة على الإيميل ونقدر إن احنا نفعل حسابنا للناس اللي أول مرة. الناس اللي خلاص صار عندهم هذا الحساب نحط اليوزر نيم مالنا والباسورد. مثل ما تشوفون أنا مسيفة هني وتقدرون تسيفونه على لابتوباتكم وحتى على تليفوناتكم. أم مثل ما قلت لكم كمراجعة سريعة للي انوخد ذاك اليوم، مكانين. أول مكان من Go to Basecamp، ثاني مكان نضغط على الاسم مالنا فوق. أول ما نضغط على الاسم راح يودينا على الصفحة الرئيسية، وقلنا بالتليفون نفس الشيء، هم راح يطلع لنا الثلاث شرطات بالجانب اليسار، راح يطلع لنا الاسم فوق. مجرد ما نضغط عليه راح نروح. ومثل ما قلت لكم الصفحة الرئيسية في مكانين أيضا سويناها شقين على الصفحة الرئيسية Go to Basecamp، ونختار النادي اللي احنا منضمين له وبعدها نعطيها Go ونروح على صفحتنا. وثاني مكان هذا المكان. أهم خلونا نسترجع على السريع ونروح على صفحة البيس كام الرئيسية. وقلنا اللي همنا اليوم إن احنا نتكلم على الباثوي بما كنا أعضاء أيضا ونستفيد من هذا الاختيار. تشوفون هني هذيلا هي المسارات الموجودة عندنا. أنا عندي عندي مسارين، ومسار الإرشاد هو مسار خاص أو منطلق بذاته. خلونا الحين نروح على المسار اللي اخترناه ذاك اليوم عشان نكمل ما بدأنا فيه. إذا تذكرون جينا على الصفحة هذه وبطلنا الآيس بريكر، وهي أول مشروع لنا في عالم التوست ماستر. راح يبطل معنا، ننتظر دقائق إلى يتبطل معنا الموقع. هذا شوية راح ياخذ وقت، في كل مرة عادي نطروا إلى أن يبطل معاكم
سواء كان على اللابتوب ولا على التليفون عبال ما يجمع الماتيريال بالنسبة له. نشوف هني هذا هو أول صفحة راح تطلع لنا في كسر الجمود، راح يعطينا المستعرض شلون إن إحنا نتحكم بصفحة الباثوي بالنسبة للناس ليدد أو بالنسبة للناس القدم اللي ما دخلوا في مجال أو في مسار الباثوي. وبالمناسبة من 1/7 المسار القديم بما يطلق كثير من الناس، وأنا ما أحب أقول هذه الكلمة، دائما أقول النظام الكلاسيكي سوف يتم إلغاء. النظام المتبع من 1/7 هو نظام الباثوي فقط لا غير، وما راح تلقونه حتى في صفحة الدي سي بي بالنسبة للأندية، فتم تغييره. وإحنا اليوم مو بصدد الدي سي بي، إن شاء الله راح يكون في ورشة للدي سي بي أيضا من قبل مرشدين أكفاء. نشوف هني المقدمة، هي مشروعنا شنو يتكلم عنه، يعطيك هني بصفة عامة، بعدها يبدي يتخصص معاك شوي بالتفاصيل كمقدمة، وهني نعرف شنو هي مهمتنا أو شلون نقول خطبتنا في البداية. ومثل ما تشوفون هني أكو صفحة قائمة تدقيق المشروع، إذا ضغطنا على هذه الصفحة راح يبطل عندنا صفحة تدقيق المشروع، هو أول شيء المفروض أن احنا نسوي. ما نبي ندخل فيه بشكل كبير ومفصل، لكن هو إن شاء الله سهل كثير. تحدد موعد الخطبة، تكتب خطبتك، وانت مو ملتزم بالأسطر الموجودة، لكن هو معطيك guideline أو طريق انك انت تمشي فيه في عمل خطبتك. هذا طبعا فايل PDF وتستطيع طباعته. هذا اهم مكان لازم ان احنا ننتبه له للجميع. بدون هذا المكان الموقع ما راح يعرف ان احنا بدينا في المشروع. هني لازم نقيم مهاراتنا قبل ما نبدأ. قبل لا نبدأ هني نقيم مهاراتنا. انت شنو تحس؟ تحس ان عندك ثقة؟ تحس وتحس وتحس عدة اسئلة تالي 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 الى ان توصل اخر واحد، راح يطلع لك هني شيء مكتوب عليه ارسال. وقتها انت بديت بنص المشروع اللي هو شنو؟ بدايتك المشروع. اني بعدها راح تشوفون ان كثير من الاشياء المساعدة اللي معطيكم اياها الموقع واحد ورا الثاني. نعم خلونا نرجع هني باك. أدمنز انتبهوا على الميوت. شكرا. تشوفون هني يبدي يسترسل معاكم بأمور أخرى، نفس اطلع على ورقة تمرين مخطط خطبة كسر الجمود، ونزل ورقة تمرين مخطط كسر الجمود. هذه الأشياء كلها يعطيكم إياها PDF تقدرون لكم أنتوا تمشون فيها حبة حبة، ويا ريت إن يكون معاكم مرشد يمشي معاكم في هذا المسار. ولو ما حصل صدقوني البرنامج أو الكتيب هذا كفيل إن يعطيكم عدة مهارات كبيرة حتى بعدم وجود مرشد، لكن المرشد يقصر عليك الطريق. إلى أن نصل إلى صفحة مهمة، هذه كثير من الصفحات اللي أنتوا تقدرون تستفيدون منها. هذه صفحة من الصفحات المهمة جدا جدا، وهي المصادر. إذا بنشوف أول شيء مكتوب عليه وهذا مهم انتبهوا عليه، مصدر التقويم. مصدر التقويم هي الورقة اللي تنطبع وتعطيها حق المقيم مالك أو المقوم مالك باختلاف ما اختلف عليه العلماء من تقييم وتقويم. تطبعها أو تدزها لواتساب أو تدزها لإيميل. هذه الورقة فقط ورقة التقويم فقط، فما لها داعي تطبع المشروع كامل عشان تطلع له هذه الورقة، لا تاخذ له هذه الورقة الأولى. ثاني واحدة هو الكتيب. إذا تذكرون يوم قلنا إن إحنا لما نختار مسارنا التدريبي عندنا نوعين من الماتيريال أو الأدوات أو الكتيبات اللي توصلنا. واحدة من الأشياء إنها توصلنا كتيبات مطبوعة من توستماستر الأم. ثاني شيء الكتيبات PDF أو الإلكترونية اللي موجودة عندنا. إحنا اليوم قاعدين نتبع الإلكتروني، لكن نفس الوقت الإلكتروني عطى الميزة نفس ميزة المواد المطبوعة. أطبع مشروعي معناته أنه راح يطبع المشروع لك نفس الكتيب اللي راح يوصل من توستماستر الأم، نفس الكتيب تقدر أنك تطبع على فكرة طريقة
إذا تبيها هاي كواليتي جودة عالية تقدر تطبعها، أو تقدر تطبعها مثل ما أنا أحبها طبعا أوراق A4 عادية أبيض أسود، أن المتعب الأوراق. طيب خلصنا من هذا هذه الصفحة المهمة قبل لا ننتقل حق الصفحة اللي بعدها وهي تعتبر آخر صفحة. إذا بننتقل في مشروعنا بصفحاته لازم نضغط أسهم يمين يسار؟ لا، نشوف هني مكتوب تحت اختر الانتقال إلى قسم آخر وفي سهم يمه، مجرد ما أضغط عليه تطلع لي هذه القائمة، أقدر أروح حق المكان اللي أنا أبي في خلال مشروعي. فهذا فهرس موجود يعطيك شنو اللي أنت الموجود عندك وتقدر تنتقل له. إذا رحنا على آخر صفحة وهي من أهم الصفحات ويعتبر النصف الثاني من إنهاء المشروع، هنا يعتبر أنك أنت خلصت مشروعك، أديت ما يطلبه منك سواء من خطبة من تدريب من دور، لأن كثير من المشاريع ما تكون خطب ممكن تكون أدوار. بعد ما تخلص تيني تقيم نفسك، أنا اليوم قررت أني أنا أسويها معاكم، إيش رأيكم ونخلص هذا المشروع؟ أنا مخلص الخطبة بس أنا ما رضيت أني أخلصها إلا لما أكون معاكم أنتم تحديدا أحباء. أني هني أشعر بالثقة والهدوء عند التحدث أمام مجموعة من الأشخاص، أمام مجموعات من الأشخاص. على فكرة هذه نفس الأسئلة اللي موجودة في النص الأول نفسها، عاد الحين بيقول لك شنو أدائك ما بين، شنو أدائك ما بين قبل الله تبدي الخطبة وما بعد انتهائك من الخطبة. أشعر بالثقة والهدوء عند التحدث أمام مجموعات من الأشخاص، طبعاً أنا أشعر بهدوء وثقة لأني أنا أثق فيكم وأنتم أصحابي، فعشان كذي نعم أثق. يعني السؤال اللي بعده، أفهم جيداً هيكل الخطبة الأساسية، ممكن أنك أنت تعرفها كمعلومة اللي هي عبارة عن مقدمة وموضوع أو متن وخاتمة، لكنك تفهم الهيكل والطبقة في خطبتك هذا المقصود فيه، هل أنت طبقت صح ولا ما طبقت صح؟ إذا أنت مطبقة 100% بتحط 5 ومع نزول في المستويات. يمكن قلت هالمعلومة في المحاضرة اللي فاتت بس أرد أكدها الحين، اللي قاعد يصير الحين في مشروعك هذا خاص فيك أنت، ما حد راح يطلع عليه ولا المنظمة أصلا راح تطلع عليها ولا التعليمية تقدر تطلع عليها، أنت الوحيد اللي تقدر تطلع عليها. ف لازم أنا شخصياً وأتكلم عن شخصي ما أتكلم عن أشخاصكم الكريمة، لازم أكون صادق مع نفسي لما أي أقيم نفسي، لأن ماكو أحد راح يطلع عليه إلا نفسي. طيب، أعي نقاط قوتي كشخص يتواصل مع الآخرين وكقائد، نعم أكيد إن شاء الله متواصل معاكم وكلكم إخواني وأخواتي. أدرك المواضيع التي أحتاج فيها إلى تحسين مهارتي في التواصل، إنصات التفكير التحدث ومهارات القيادة، وهذا اللي تأخذه من مقيمك، مو بس مقيمك. في شغلة أنا حاب أقول لكم إياها، نعم تعتمد على مقيمك شيء جميل جدا، لأنه راح يمشي معك خطوة خطوة في عالم التوست ماستر أو في عالم أدائك الخطبة، ممكن تغيره من مرة لمرة إلى أن تركز على مرشد ممكن ينقلك إلى مستوى معين وتنتقل بعدين إلى مرشد آخر. لكن أقدر في كل خطبة أحق لي مرشد؟ نعم أقدر. أقدر أني أسأل أكثر من مرشد؟ نعم تقدر. طيب لما أنتهي من خطبتي هل المقيم هو الوحيد اللي أخذ منه الكلام؟ مو شرط، أخذ من الجميع، أن في زوايا ولك صورة في المرشد، في زوايا مو كل شخص يقدر يطلع عليك من الزاوية اللي أنت تحتاجها فعليا. ممكن أنا أعطيك كمقيم 40-30% من النقاط اللي تطورك، أما شخص ثاني ممكن يزيدك 10، شخص ثالث يزيدك 30، توصل إن شاء الله إلى مستوى 100% من النقاط اللي تحتاج إلى تطوير. والأهم منها، الأهم ثم أكد وأكد الأهم من النقاط التي تحتاج إلى تطوير هي نقاط قوتك. نعم نقاط القوة أهم من نقاط التطوير. نقاط القوة معناتها هي النقاط التي أمتلكها ويكون لي مكانة على المنصة وسط الناس، وإيه اللي بارزتني، فأركز على نقاط القوة ويعني أتمسك فيها. وكثير من المقيمين يقولون تمسك بنقاط قوتك وطور مهاراتك في النقاط تحتاج إلى تطوير، فالمهم نقاط القوة قبل نقاط التطوير. أتمنى أن هذه المعلومة تستخدمونها، لأن نقاط القوة هي ما نركز عليها. طبعاً نهني ونقول 5 هاي تجربة ميدانية، شنو راح يصير؟
لديه أهداف واضحة في التواصل القيادة. والله لديه يعني، بس بعض الأوقات قاعد تتشتت من بعض الناس، مو موضوعنا. ندخل ونقول نعم رقم 5، وإني هني أدرك كيفية انطباع هذا المشروع على حياتي خارج التوست ماستر. وهذا اللي أنا قاعد أقول لكم يا عالم التوست ماستر، قاعد يقول لكم هو شخصيا، قاعد يقول لكم استخدموني منصة تجريبية، استخدموني منصة عشان تتعلمون فيها وتتقوون، عشان لما تطلعون على الحياة العامة وسط الجماهير اللي ممكن مو عارفين نظام التوست ماستر وشلون ماشي نظام التوست ماستر من إيجابية، في خارج هذا العالم ممكن تكون في عالم سلبية. وين تتعلم الإيجابية ونتطور من مهاراتك؟ عالم التوست ماستر. فأنا هذه دعوة لجميع المدربين لدخول هذا العالم، عالم جميل جدا. أعطي رقم 5 وهني يعتبر خلصت. تذكرون يوم قلت لكم أرسل كاهو؟ هذا هو أرسل. مجرد ما أضغط هذا الزر بس حطي جنبك، أكون قد انتهيت من مشروعي ك يعني التعقيب. إذا تشوفون قبل سكوراتي كم وبعد سكوراتي كم، أقدر أني أنا أقارن فيما بيناته. ومن هني نشوف الصفحة اللي بعدها، تهانينا تهانينا ثم تهانينا أنكم موجودين معي اليوم، وأنا هني نفسي بوجودكم ونهني بعض بأني أنا خلصت كسر الجمود، ولله الحمد بعد عناء طويل من 3 مسارات سابقة قبلها. مجرد ما خلص تهانينا أسكر هذه أو هذه الصفحة. مجرد ما أغلق هذه الصفحة الموقع راح يسوي ريفرش مع نفسه بدون لا أنا أسوي أي شيء. وتشوفون هني يقول لكم أنتم انتهيتوا. حاليا موقع التوست ماستر يطلب منكم أنكم تقيمون هذا المشروع اللي أنتم سويته، يقول لكم قيموني. مجرد ما نضغط على إيفالويت، أنا هني قاعد أقيم المادة اللي أخذتها، أقيم شنو استفدت منها. فمجرد ما أضغط على الإيفالويت راح يطلع لي كونتينيو، أو راح يطلع لي هالصفحة وأضغط كونتينيو. وفي عدة أسئلة تقول لك إن فادتك هذه من معلومات، تحط اللي أنت تختاره. طبعا أنا فادتني وبقوة، ولو في أكثر من كلمة أجري راح أحطها أمانة من شدة إعجابي في كتيبات عالم التوست ماستر اللي ما لقيتها في أي عالم من عالم التدريب أو ما بعد عالم التدريب أيضا، حتى في العالم الجامعي ما لقيتها أمانة. تشوفون هني راح تشوفون علامة صح موجودة على المشروع مالي، ونشوف هني نسبة 5% تم الانتهاء منها من المسار التعليمي مالي كله. طيب هني ايش كثر خلصت؟ هني النسبة كاهي موجودة 25%، 25% من المستوى الأول، و 5% من مساري التعليمي الكامل. كذي أكون أنا خلصت. وراح يندز إيميل لي مثل ما وصلني الحين، يمكن ما يطلع لحضراتكم بس وصلني، أن مبروك أنت خلصت من الخطبة الأولى أو المشروع الأول من المستوى الأول في مسارك. أنا راح أوقف هني وأطلب من الأدمن إذا في أحد عنده أي سؤال عشان أنتقل للنقطة اللي بعدها. هني أنا يعتبر خلصت شلون أختار المسار التعليمي مالي، شلون أدخل المسار التعليمي مالي أيضا، وشلون أنتهي من مشاريعي. هذا البند، هل هناك أي سؤال؟ فالمنصة مفتوحة للجميع برفع اليد طبعا مثل ما قالوا الأدمن، برفع اليد، والأدمن أكيد راح يعني يوجهوا لي السؤال أو يفتحوا لكم. حاليا ما في أحد، ما في أحد، جميل. خلوني أنتقل لشيء مهم سألوني فيه بعد انتهاء من الورشة الأسبوع اللي فات. أنا تكلمت إن في شيء اسمه إرشاد. نعم في شيء اسمه إرشاد. خلونا ناخذ مثال على هذا الموضوع. إذا رجعنا على الصفحة مالتنا راح نشوف هني عندي أنا أول واحد مسار، ثاني واحد مسار، مسارات تعليمية من مسارات الـ 11
في عالم التوست ماستر، اللي أيضا مترجمة إلى 11 لغة عالمية من ضمنها طبعا اللغة العربية. رقم ثلاثة، هل هو مسار؟ هل ثالث شيء أو ثالث مثيرية موجودة عندي، هل هو مسار تعليمي؟ لا، مو هو مسار تعليمي. طيب شنو هذا يا محمد؟ التوست ماستر يعطي فرصة للجميع أن يكونون مرشدين، بمعنى الإرشاد مو شيء لشخص على حسب كم المعلومات اللي عنده الكبيرة لازم يكون اسمه مرشد، وليس لفترته الطويلة لازم يكون اسمه مرشد. المرشد أيضا بن من البنز اللي تتعلق، وأيضا درجة تعليمية من الدرجات التي تحسب للنادي، من ضمن الدرجات التعليمية التي تحسب ليس كدرجة كمستوى تعليم، أما كدرجة في الدي سي بي ما راح تدرج. هذا اللي يسمونه باثوي مونيتور بروجرام أو المرشد في عالم الباثوي. متى يطلع لي هذا الشيء؟ يطلع لي بعد انتهاء المستوى الثاني من أي مسار تدخله. بمعنى أنا المسار اللي موجود الحين على حضراتكم وبطلت لكم وخلصت أول خطوة فيه هو المسار الرابع لي، فمعناته أنا نزل لي 4 مرات. أنا خلصت 3 وخلصت 2 والحين أنا شغال في الثالث، والرابع للحين ما طلع لي لأني ما وصلت ليفل 2. لازم أنتهي من ليفل 1 بالكامل وليفل 2 بالكامل عشان يطلع لي اللي هو الباثوي مونيتور بروجرام. شلون أروح له؟ من وين يطلع لي؟ أنا أقول لكم وين يطلع لي. كلنا نشوف هذه الصفحة من فوق، نشوف اني مكتوب Tutorials and Resources. مجرد ما يهني وأفتح Tutorials and Resources راح تبطل لي صفحة. وهم راح أتكلم على هذه الصفحة، صفحة مهمة كثيرة، لكن للأسف للأسف راح أقول لكم شنو للأسف الحين. إذا تشوفون الصفحة هذه مكتوب هني Training، كلنا نشوف كلمة تريننج ونشوف هني كلمة سجست. مجرد ما أدخل على هذا المكان راح يفتح لي البرنامج اللي هو باثوي مونيتور بروجرام. مجرد ما أفتحه هذا الثالث مال مشروعي مال البات الثالث، الرابع مثل ما قلت لكم للحين ما طلع من ما خلصت ليفل 2. يقول لي هذا هو البرنامج، موجود للأسف موجود بس كتعريف بالإنجليزي، لكن لما هي بطلة موجود في العربي. أنا مجرد ما بطلة الحين راح يتبطل عندي هناك مثل ما شفتوه متبطل عندي وأوردي مكتوب عندي أوبن. تبون تشوفونه؟ خلونا نشوفه على السريع. مثل ما تشوفون هني أنا خلصت أول واحد فيهم اللي هو البربير تو منتر، شلون انك انت تستعد تكون مرشد. بعده تكون مونيتورينج، تكون انت مرشد. اللي بعده راح يكون اللي هو الليفل العالي الادفانس او المستوى المتقدم كمرشد. وايد حلو، انصحكم فيه، ادخلوه كماتيريال، راح تستفيدون منه وايد على فكرة. حتى لو حبيتوا تكونون في عالم التدريب هني يعطيك مساحة كبيرة. أنا ما ببطل الحين معاكم، بطلوه، روحوا بطلوه شوفوه، شيق جميل والله، ماتيريال أكثر من رائعة. أنا عن نفسي بالعشر سنوات في عالم التدريب ما شفت نفسه. عندي كثير من الكتب العربية والأجنبية في عالم الإرشاد نفس هذه الكتيبات البسيطة الصغيرة اللي ما تتعدى 50-60 صفحة، فيها أشياء يعني تعادل 600-700 صفحة. طيب هذا أنا مخلي لكم homework تقدرون تسوونه بالبيت مع نفسكم. بالنسبة للناس اللي لحد الحين ما طلع له وما وصلوا level 2، اشتغلوا على نفسكم أكثر وأكثر وأكثر عشان يطلع لكم إنه جميل. هني وهني اللي قلت لكم للأسف
هذه الأشياء اللي موجودة هني السبجكت كلها أشياء تخدمكم كخطباء في عالم التوست ماستر وقياديين في عالم التوست ماستر. طيب محمد هذا شيء حلو، ليش تقول للأسف؟ للأسف إنه فقط موجود في اللغة الإنجليزية، موجود في اللغة العربية أو أي لغة ثانية، فقط موجود في اللغة الإنجليزية. موجود هني على فكرة فيديوهات تعلمنا شلون أصلا نستخدم الموقع، شلون أصلا نكون مرشدين، شلون أصلا نكون مقيمين، شلون نكون خطباء، شلون نكون قادة. برنامج رائع يا جماعة، اطلعوا عليه، دشوا فيه، شوفوه. حتى كانت اللغة عندك بسيطة ما يمنع، ما يمنع أنك تطلع عليه حتى لو شوية وتشوفه يوم عن يوم. اللغة عبارة عن ممارسة، مارسها اليوم. عفوا بعد ذلكم ثواني، شكرا. مارسها. على فكرة أنا دائما أنصح الناس بطريقة تعليم اللغة الإنجليزية، ما بيأدخل في ناس متخصصة أكثر مني، لكن تجربة بسيطة بالنسبة لي، قلت لهم ابدأوا بقصص الأطفال باللغة الإنجليزية اللي ما تعدي 4-5 صفحات، وكل صفحة فيها 4-5 سطور عبارة عن صور. لو قريناها يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم نشوف نفسنا بدينا نقول القصة. هني زادت عندنا موهبة إن احنا قرأنا وقلنا وسمعنا. وأيضا في كلمات راح تكون صعبة علينا راح نبدي نعرفها، يوم عن يوم راح نزيد في مستوى القصص إلى مستوى المقالات إلى مستوى الكتيبات. ما يحتاج دورة تدريبية، اشتغل على نفسك. كورونا أضرت بالعالم كله، لكن بنفس الوقت عطتنا فرصة أن نطور من نفسنا بكل سهولة. إذا بتلاحظون هني معاي الرقم اللي موجود 1597 شيء موجود تطويري ما بين PDF وفيديو وتمارين وكثير من الأشياء. 1597 رقم كبير ومهول على فكرة. خلوني أنا بس ودي والله أدخل شغلة لحظة. هذا الإيفالويشن يا جماعة مبروك، سعدت والله سعدت. إيفالويشن ريسورسز عربيك، والله العظيم كأن ماء بارد راح على صدري. مبروك يا جماعة، موجود باللغة العربية، هنيئا لكم. ادخلوه. نخلص اليوم الاجتماع أبي أشوف ضغط على موقع التوست ماستر، ادخلوه شوفوه. والله ما أدري يعني ودي أفرح أكثر من كذي بس ماني قادر للأسف، لايف الموضوع وما أقدر أسعد. أتوقع لحظة أنا بوقف، يعني أبي أشوف الناس. يصير أدمنز أوقف؟ يحتاج نصفق؟ اي والله صفقة وما أقدر ما أقدر ما أقدر. والله هذا خبر جدا جدا جميل صراحة. والله العظيم أنا سعدت يعني الفرحة مو شايلتني أمانة إنه موجود باللغة العربية. يعني هنيئا لكم. تكفون يا جماعة، دشوا وشوفوا، جميل والله العظيم جميل. يعطيك العافية أستاذ محمد، لأنك إنسان متفائل حقيقة. يعني الله يحفظك دكتورة، على رأسي دكتورة، الله يحفظك دكتورة وجيهك. بس ممكن إعادة الاسم لهم عشان الكل يعرف وين يدخل بالضبط. من عيوني محمد. أنا مستعد أعيدها على هالفرحة 100 مرة بعد، على الفرحة اللي أنا جد يعني ماشي. حاضر الحين نروح. إذا بطلنا صفحة الباثوي مثل ما قلت لكم من عدة طرق من الصفحة الرئيسية، تبون نروح من الصفحة الرئيسية ونتخلص؟ شو رايكم؟ أبي حد يفتح المايك يقول لي إيه؟ أروح من الصفحة الرئيسية؟ نعم ممتاز. أروح من الصفحة الرئيسية. تفضل. أعطيك العافية. تفضل. يا ريت، أنا أتمنى هذه الطلبات الجميلة أمانة. إذا تشوفون هنا مكتوب Return to my Toastmaster profile، هذا راح يودينا للصفحة الرئيسية عشان نعرف ندش مرة ثانية.
هذه الصفحة الرئيسية اللي مثل ما قلت لكم مجرد ما ندخل من اللابتوب نضغط على اسمنا راح تطلع لنا هذه الصفحة. اوكي نشوف البوكس هذا Go to Basecamp. هذه طريقة. والطريقة الثانية خلونا نسويها هالمرة عاد Go to Basecamp نضغط عليها. بس الميزة ان هني يفتح لنا كثير من الخيارات. لو كنا احنا تعليمية نقدر ندخل من هني as a manager، وهذا راح اتطرق له الحين ان شاء الله. بس خليني اروح حق السعادة اللي انا فيها الاول. هذه الصفحة والطريقة افتحت لحضراتكم. نروح عند كلمة tutorial and resources ونفتح عليها. كاهي موجودة قدام حضراتكم كل شيء تحتاجونه في عالم التوست ماستر. في أشياء الحين راح أطيق خلقي. أنا قلت أتأكد من البيس كام مانجر. هذا للأسف لحد الحين ما تم تعريبه، لكن الحمد لله رب العالمين دام بدأوا في التعريب معناته راح نوصل إلى تعريب هذه المواد. أنا يعني أشوف إن في تفاؤل كبير وجميل بالنسبة للتوست ماستر الأم بأن يعني يمشون خطوة بخطوة بتعريب كثير من الأشياء الموجودة عندهم بالموقع. إن شاء الله في يوم يوصلون إلى مرحلة أنهم يعربون الموقع بالكامل. جميل. هذه الطريقة مثل ما قلت لكم للوصول لها كاهي موجودة عندكم كلها. ولا تنسون عندي تريننج نقدر نبطل الباثوي منتر بروجرام. نروح الحين على الصفحة الرئيسية عشان ندخل كنائب الرئيس للشؤون التعليمية ان نقدر شلون نسوي اكسبت او شلون نوافق على انتهاء اي مستوى من المستويات اللي يخلصونها اعضائنا. طبعا في اساتذة موجودين هني ويعرفون واكيد انا اتعلم منهم، لكن ايضا في ناس حابة انها تتعلم او توها ماخذ الدور وحابة انها تتعلم. قبل أن ندخل على التدريب طبعا الصيفي والقطاع ان شاء الله ما راح يقصر معنا، وانا متاكدين واحنا كلنا ثقه انهم سعيهم لتطوير اعضائنا في عالم التوست ماستر، لكن ما يمنع ان احنا نعيد المعلومه اكثر من مره الى ان تكون موجوده بذهننا. مثل ما شفنا هني نروح عند كلمه الباثوي. انا قاعد اتكلم تحديدا حاليا بالنسبه حق نائب الرئيس للشؤون التعليميه تحديدا، لكن بس هذا اللي يقدر انه يدخل للمكان اللي انا بتكلم عنه الحين. لا، زائد نائب الرئيس للشؤون التعليميه، وايضا اؤكد للمره الثالثه هي مهمته الرئيسيه اللي راح اسويه الحين. اذا ما كان متواجد او غير متوفر او شنو كانت الظروف، الشخص اللي بعده يدخل لهذا المكان عشان يسوي اللي راح نسويه هو رئيس النادي. طيب هو ثاني شخص، ورد اكد هو ثاني شخص. طيب اذا مو موجود التعليميه ولا موجود رئيس النادي، في بعد شخص، نعم، أمين السر. أمين السر هو ثالث شخص، شخص يقدر يدخل لهذا المكان. على فكرة لما قاعد أقول لكم يقدر يدخل لهذا المكان، الموقع أساساً ما راح يسمح إلا لهالثلاثة يدخلون، لكن أنا قاعد أقول لكم إياها ترتيباً عشان لا يصير في أي نوع من النزاع باكر. أبعد الله عنكم أي نزاع إن شاء الله في أنديتنا العربية وضيوفنا الأندية الأجنبية في قطاع شري. طيب نروح على Go to Basecamp. الحين راح تتغير معاكم الشاشة بشيء معين وراح أقول لكم السبب. تشوفون هذه إحدى الأندية اللي أنا منتسب لها، موجود عندي فقط أيقونة واحدة وهي Go to Basecamp بس، ما في أي أيقونة ثانية معاها. خلاص ركزنا هالمعلومة، ركزنا هالمعلومة.
روح لنادي آخر من الأندية اللي أنا منتسب لها وأختار هذا النادي وأقول له كنتينيو. يقول لي هل أنت متأكد تبي تنتقل؟ أقول له نعم متأكد وانقلني إلى هذا النادي. صاروا أيقونتين. شنو الأيقونة الثانية اللي صارت؟ نعم Go to Basecamp. هذه الأيقونة الأساسية اللي كان طالع لنا قبل شوي فهي ثابتة سواء عند الأشخاص اللي تطلع لهم الأيقونة اللي تحت أو الأشخاص اللي ما تطلع لهم. هذه أيقونة ثابتة هي لجميع أعضاء التوست ماستر. شنو كان دوره في النادي؟ بمعنى أنا يمكن أكون بأغلب الأندية هذه عضو هيئة تنفيذية لكن هذا النادي أنا عضو عادي من أعضاء النادي ولست عضو هيئة تنفيذية فيه. شوفون حضراتكم موجود فقط عندي Go to Basecamp اللي شرحناه قبل شوي. نرجع الحين على الأيقونتين. طيب شنو اللي نضاف لنا؟ نشوف الأيقونة اللي تحتها مكتوب عليها Login as a Basecamp Manager. أنت هني Basecamp Manager أنت المسؤول عن Basecamp مثل ما قلت لكم الثلاثة ترتيبا اللي شرحت لكم ياهم أو اللي قلت لكم ياهم. نروح Login نقول له تفضل عطنا Login. تفتح لي هذه الصفحة Basecamp Manager كاهو موجود قدامنا كلنا. ونروح على Pending Request. Pending Request شنو Pending Request؟ ليس ترجمة ما أقصد فيها الترجمة شنو معناتها شنو استخداماتها. كل عضو يخلص ليفل يتوجه إلى قبول هذا الليفل من عدمه على حسب النادي المختار. يعني تذكرون يوم أنا حطيت واحدة من الأندية ودشيت عليها هذا راح يروح للنادي اللي يسوي عندي الريكوست وهو المخول. أنا مسجلة باسم النادي أنا كعضو أنا منضم حاليا لخمس ست أندية فأنا أبي أضيف حق هالنادي هذه النقطة هذه أو هذه الدرجة التعليمية فأكون معطيهم إياها. فتطلع هني عندي في البندينج ريكوست وهذا مهم أرد أقول لكم للتعليمية. الحين ما عندي أي أحد داز يبي ينتهي من مسار من مستوى معين. مجرد ما يكون عندي أحد راح يطلع لي اسم هذا الاسم موجود وما هو الباث المسمى ماله الباثوي ماله أو البرنامج التعليمي أو المسار ماله اسمه كم مقدار المستوى مستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس خمس مستويات. وأيضا راح يطلع لي علامة صح أو غلط بمعنى رفض أو قبول. يحق لي الرفض ويحق لي القبول نعم يحق لي كتعليمية. شلون؟ إذا العضو ما جاب لي ما يثبت أنه انتهى من هذا المستوى أقدر أني أرفضه. إذا جاب لي ما يثبت أقدر أني أقبله. فهو العضو بيده أنه يقبل هذا يعني يخلي التعليمية تقبل بهذا الشيء أو لا تقبل فيه. فأعضائنا الأعزاء أتمنى بعد انتهاء من خطبكم أنكم أنتوا تحافظون على ورقة التقويم وتسلمونها في حالة الطلب إلى التعليمية. راح أقول لكم لو ما طلبتها التعليمية شو أسوي فيها. الحين راح أقول لكم تعليمية رئيس أمين سر وجميع الأعضاء أيضا هذه خبرات ممكن تكون متراكمة للسنة القادمة إن شاء الله لما تأخذون هذه الأدوار الثلاثة. هل وضحت هذه الأمور إلى الآن في تكملة لها؟ أدمن إذا أحد رافع إيده. واضح أستاذ محمد حاليا ما في أحد رافع إيده. أنا أقدر أرفع إيدي أنا؟ تقدر ترفع إيدك أستاذ محمد. تفضل. تفضل. الرئيس ما يقدرش لنفسه والتعليمية ما تقدرش لنفسها. معلش شكرا. انت صح انت صح وشكرا على هذا التنبيه والتنويه. صحيح هذه المعلومه افادنا فيها استاذ محمد. خلوني افسرها بطريقه اكثر تفسيرا وشكرا على التنبيه. ايضا من ضمن الاشياء اللي توست ماستر حطها مو بس لو واحد ما كان موجود مكان واحد مكان واحد يغطون بدال بعض ايضا للمصداقيه
ماكو أحد فينا يقدر يعطي أكسبت لنفسه. لكن أستاذ محمد مهني هني نقدر لحد هذا المكان اللي هو إعطاء الدرجة التعليمية للعضو نقدر كلنا. بمعنى أنا الرئيس وخلصت مشروعي أقدر يهني وأعطي حق نفسي أكسبت عادي لحد هذا المستوى عادي. طيب وين معادي؟ الفقرة الثانية اللي أنا حاب الحين ندخل فيها كتعليمية عشان نعرفها خلوها هولد. وحاب أقول في سؤال قبل لا أنتقل. هل أتأكد من دكتورة وجيهة لأنها بطلت ميوت احتمال عندها سؤال؟ تفضلي. يعطيك العافية أستاذ محمد، بس ما أدري بغيت أوضح بمثال أساس أتأكد أني أنا ومن يتابع يكون استوعب النقطة اللي حضرتك وضحتها. أنا أذكر لما خلصت يعطيك العافية، أنا أذكر لما خلصت المستوى الخامس في كل المشاريع في باثويز يعني المسار الأول، ليش ما قاعد يعني شنو الموضوع؟ ليش ما قاعد يعطيني أني أنا خلصت؟ لما رجعت مع السيد قاسم الله يجزيها خير رئيسة نادي تواصل طلع أني أنا أو دكتورة خديجة عفوا طلع أني أنا لازم أقدم أيضا خطبة عشان بعدين يصير أكسب. فلما قدمت خطبة وخلصت هم بعدين بالنادي عملوا لي أكسب. هل هذه النقطة هي اللي تقصدها أستاذ محمد؟ يعني لما خلصت هذا المطلوب مع أني خلصت حسب ما موجود، لكن أكو أني لازم لما أخلص كل المستويات أكو مشروع أقدم تطبيق مثلا بالحياة على اللي تعلمته من التوست ماسترز. لما قدمت الخطبة طبعا أرسلت دخلت التقويم وورقة من قيمني والتقويم بعد الخطبة عملوا لي اكسبت وانتهيت من المسار الأول. بس بغيت أتأكد أن هذا اللي تقصده حضرتك. يعطيك العافية. الله يعافيش. الحين أنا أقول لك دكتورة شنو الفرق ما بين الشيئين اللي أنا قلتهم. أول شيء بالنسبة للي أنت قلتيه أن المستوى الخامس هذا أمر الحين بدخله وراح أشرحه، شرحته المرة اللي طافت لكن أرد أشرحه ما عندي أي مشكلة الحين. لكن اللي أقصده هني مجرد ما تخلصين المستوى الأول فالثاني فالثالث فالرابع أيضا الخامس من هني راح يتم قبول الدرجة التعليمية للعضو. شنو الفرق؟ إيش معنى ركزت على للعضو؟ في شيء عندي اسمه الدرجة التعليمية للعضو في النادي على الروستر، يختلفون ما بين وما بين بعض. بمعنى أنا كنادي ممكن أكون مخلص 4 أعضاء المستوى الأول وحصل نقطة للنادي. طيب إذا النادي هذا خذ 10 أعضاء في المستوى الأول هل راح يأخذ نقطة ثانية أو ثالثة؟ لا، راح يأخذ نقطة واحدة هي فقط 4 أعضاء. جميل. العشرة هذيلا شنو اسمهم؟ زين، شهادات تعليمية. أنا أتكلم عن الشهادات التعليمية وقبولهم في هذا المكان هو قبول الشهادة التعليمية. أما الدرجة التعليمية مو من هني، أنا الحين راح أقول لك شوي. لكن قبلها خليني أقول لك بالنسبة للمستوى الخامس. نعم، أنت أثرتي نقطة أنا شرحتها مرة طافت وقلت عندنا مشروعين مهمين. إذن المشروعين المهمين ما ينفع ينتهي المسار مالي أو ما أقدر أني أنا أنتهي أو أبتدي في المسار اللي فيهم. أول واحد الآيس بريكر أو كسر الجمود، وآخر مشروع في الباث أو في المستوى الخامس أو في الباث وهو ماذا استفدت من المسار التعليمي مالك. طيب وين موجود هذا؟ يعني هني ولا خلينا بهذا؟ أنا يعني حاط لكم. طيب هني لو نشوف يا جماعة عندنا هني level 1 2 3 4 5 صحيح؟ وعندنا باث كومبليشن. لو نين نشوف هني هذا المسار هذا مو متبطل لي. لو تلاحظون كلكم ما في شيء يبطل لي، مستحيل يبطل. متى يبطل؟ في حالة انتهائي للخمس مستويات يفتح لي. طيب أنا لو باخذ مشروع من المستوى الخامس أقدر؟ نعم أقدر، كهو مفتوح أقدر أخذه أسوي له أكتف هذا الـ HBL High Performance Leadership، أسوي له أكتف وأقدر أشتغل فيه.
ايش معنى هذا ما اقدر؟ وتشوفون ما اقدر، هذا اللي تكلمنا عنه دكتوره، ان في حاله انتهائي من الخمس مستويات عندي الانتهاء من المسار التعليمي. فانتهاء المسار ليس بانتهاء الخمس مستويات، لا، بانتهاء الخمس مستويات واعطاء هذا المشروع. هني انا اعتبر خلصت المسار مالي. انتبهوا يا جماعه على هذه النقطه، وبالذات التعليميه لازم تنتبه على هذه النقطه. هذا الموضوع ليس للاغلاق، ان العضو يدخل يسكره ويمشي، لا، هي خطبه. الخطبه هذه يطلع فيها العضو يوقف على المنصه ويقول شنو استفاد من مسار التعليمي عشان الناس تستفيد منه. طيب، في بعد سؤال؟ كذي جاوب دكتوره بالنسبه لشق واحد من السؤال عندك. بالضبط استاذ محمد، بالضبط، يعطيك العافيه. الله يعافيك، جميل. اتوقع كان في استاذ محمد واحده اسمها مها صالح، بس كانت رافعه ايدها بالشات. اي حاضر. هل هي موجوده اختي مها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه استاذ. بالنسبه للتقييم اللي بعد كل خطبه، نعم، هل خطوه ضروريه اسويها ولا مو خطوه ضروريه؟ هذه اهم خطوه تسويها، هذه اهم الخطبه نفسها. لا طبعا مو اهم الخطبه، بمعنى اهم الخطبه، انت حضرتك اديتي خطبتك. عالم التوست ماستر عالم ايجابي جميل حلو، الغايه منه انه يعطيك النقاط شنو كنتي تملكين من قوه موجوده في خطبتك وفي ادائك اليوم. يقول لك ترى هذه نقاط القوه اللي كانت عندك، حافظي عليها، هي النقاط الجميله اللي موجوده اللي نرتكز عليها. وايضا نقاط تطوير، هذه نقاط التطوير اللي نشتغل عليها عشان نقدر نطور من ادائنا. ونهايه بعض التوصيات، هذه التوصيات لو اشتغلتي عليها مع نقاط التطوير اضفتيهم لنقاط قوتك راح يرتفع مستواك الخطابي مع الحفاظ على مستواك الشخصي، فمستواكم جميعا على رأسي. يعطيك العافية. أنا أقصد هل يأثر على الخطبة اللي بعدها يعني، ولا ما يأثر على الخطبة لو أقدم خطبة بعدها؟ هو التقييم شيء إجباري بعد أي خطبة، ولازم يكون المقيم من أعضاء التوست ماستر، لازم يكون من أعضاء التوست ماستر، يعني ما أقدر أجيب أحد برا مهما على مركزه. يعني أنا ما أقدر أجيب أستاذ جامعي في علم القانون أقول له أن أنت أفضل من عضو التوست ماستر تعال قيم، لا، هو مو أفضل ولا هذا أفضل، كلهم إن شاء الله مستويات عالية. لكن شرط التوست ماستر أن المقيم يكون عضو توست ماستر، وبعد انتهاء الخطبة يعطيك التقييم مالك. لا استاذ، مو هذا اللي انا قصدي انك شرحت مساعة في الباثويز، ان انا بعد ما سويت وقارن لي قبل وبعد، نعم، وسويت اكسبت حق هذا، في خطوه من نفس الباثويز ان انا تقول ان انا فيها حركه تقييم، يعني مو غير المقيم اللي بيكون في الخطبه في الاجتماع. اوكي انت تقيمين نفسك. اي لا، مو ضروري. شكرا جزيلا. بس يفضل، طبعا هي مو ضروريه لكن يفضل. طيب، في بعد سؤال محمد. في عندنا الأستاذة الدكتورة خديجة، وفي عندنا الأستاذة زينب مظفر. والنعم بالاثنين. ابدأي بالتي أنت تريدين البدء فيها. هي حاليا رفع إيدها زينب. زينب تفضلي أختي زينب. جواك الله أخوي محمد. الله يقويك. أبي أسألك بالنسبة حق المستوى الخامس. المستوى الخامس التعليمية، تقدر إذا أنا كملتها تقدر التعليمية تعطيني بندنج إني أنا خلصتها إنزين، بس ما يتسجل حق النادي إنزين، وأقدر أنا في هالحالة أقدم الخطبة اللي عقبها، وبعدين إذا وصل الوقت أقدر أسجل المسار. نعم، هذه نقطتي. نعم، لأن أنا حابة. نعم، يصير. الله يعافيك، يصير هذا الموضوع. نعم، ان انت تسوي لك اكسبت للمسار مالك، وانت تكونين ماخذه الدرجه مالته كشخصك، وليس يعني مسجل للنادي، كشخصك خالصه. ممكن في بعض الاوقات لدرجات تعليميه معينه، لاوقات معينه، تعليميه النادي او اداره النادي يقول لك يتم التاجيل مثلا اسبوعين بالنسبه للدرجات،
لدرجات معينة في عالم التوست ماستر. هذا الشيء يا جماعة مو ضد القانون، أرد أقول لكم مو ضد القانون أبدا، مو ضد القانون، لأن أنا العضو أعطيته درجته وهذا أهم شيء في الموضوع عندي. أما كشيء للنادي أنا ممكن ينطر بس فترة قصيرة، ما أنا أنطر 4-5 أشهر يعني. انتبهوا، هذه اللي فيها خطأ قانوني. نعم، عندي سؤال. أختي نعيمة، بس هي آخر واحدة. نعيمة تفضلي. يا نعيمة يعطيك العافية، إن شاء الله. الله يعافيك. محمد، بدي أسألك، أنا كتعليمية والعضو مشترك بأكثر من نادي، هو بيحدد لي يعني، إجا قال لي أنا بدي أعطيك الدرجة إلك، فأنا اللي بكتب يعني اسم العضو، يعني أنا كتعليمية بروح على هاي الصفحة اللي حضرتك قبل شوي دخلت عليها، تعملين اكسبت، تعملين اكسبت، راح يطلع لك الاسم موجود، وراح تعملي لي اكسبت لك. هذه اول خطوه، وفي خطوه ثانيه للحين ما تطرقنا لها، راح اروح لها، بس انا واقف هني عشان ما بيطلع من البيس كام، ما بيطلع من البيس كام الا لما نخلص فيها. لكن انت نقطتك 100% صحيحه، نعم، انت تعملي لي اكسبت كنادي حاب انه يضيف عند النقطه، لان العضو بالنهايه يا جماعه مو مجبر ان يضيف حق نادي. مثلا عندنا مسميات، مسمى النادي الام، هو انا مو مجبر اني اضيفه للنادي الام مثلا، او اضيفه للنادي اللي خدمني، انا ممكن اضيفه لاي نادي ثاني، بالنهايه الحر بالموضوع كله العضو. طب انا مو فاهم الفرق بين اني انا اعمل له اكسبت وبين اني اخذ هاي النقطه للدي سي بي، انا مو فاهم الفرق بين هذول. جميل. الشغله الثانيه بحب اضيفها، انه اخي محمد بالنسبه لسؤال قبل شوي قالت انه التقييم البعدي مهم، ف بتذكر انه التعليميه قالت لي ما فيني اعمل لك انتهاء المستوى لانه انت في تقييمات بعديه مو خالصيه، فبليز نعيمة انت خلصي كل التقييمات اللي قبل والبعد عشان اقدر اعمل لك اكسبشن، يعني على اخليك تكوني خلصتي المسار ككل. نعم. أتوقع أنه هي مهمة يعني، ما بعرف، أحب أسألك يعني هذا. حاضر، ما في أي مشكلة. نعم. بعد. شكرا. في بعد سؤال؟ لا، يعطيك العافية. طيب خليني أبدأ من ما انتهينا فيه، وبعدها نرجع لموضوع الدي سي بي وموضوع الشهادات التعليمية. هي قاعدة تتكلم عن مش التقييم اللي موجود على صفحة اللي هو المشروع، هي قاعدة تتكلم على لو كان في تقييم بعدي تسويه ولا لا. مو لازم تسويه، انت المطلوب منك يا عضو او يا نعيمة او يا عضو عموما بشكل عام كعالم توست ماستر، المطلوب منك انك انت تسكر هذا المشروع بانك انت تقيم نفسك قبل وبعد. هذا واحد، لازم يكون عندك مقيم يقيم ادائك. هذا اثنين، في بعض المشاريع يكون عندك لجنة ارشادية، مطلوب منك لجنة ارشادية في بعض المشاريع لازم يكونوا موجودين. إذا في تقييم بعد ذلك مو لازم، مو لازم. لكن اللي موجود على صفحة المشروع نعم لابد الانتهاء من، صدقت يا نعيمة، لكن إذا في تقييم بعد ذلك عادي مو لازم، لأن في بعض المشاريع يكون فيها تقييم بعدها فمو لازم. بالنسبة للدي سي بي، لحد الحين يا جماعة أنا قاعد أتكلم عن حصول العضو على الشهادة التعليمية، على الشهادة التعليمية. ركزوا معي في هذا الموضوع، للحين ما تطرقنا للدي سي بي، نعيمة ما تطرقنا للدي سي بي بتاتا، احنا الحين قاعد نتكلم عن عدد الشهادات. مثل في بعض الأندية تحسب يكون عندنا 20-30-40-50-60 شهادة تعليمية، هذه هي الشهادات التعليمية، هذا اللي قاعد نتكلم عنها. الدي سي بي أمر آخر، الحين راح نروح له. لكن لحد الحين في نقطة واضحة؟ أبو علي، بس في الأخت زهراء علي كتبة بتقول إذا ما في كلافة إعادة كيف أرجع إلى الإرشاد؟ حاضر من عيوني، حاضر يا أختي. الإرشاد إنك تروحين زين، طيب خلها تكتب على يعني الشات، هي عارفة الحين تروح حق هالصفحة هذه اللي أنا فيها، صفحة البيس كام، عارفة تروح لها ولا أرجع لها من الأساس؟ يعني تعرف توصل لهالمكان؟ شوف، لاحظ طارق، لأن أنا مو قادر أبطل مسوي شير. إن شاء الله تقدر تفتح المايك وتتكلم يكون يا ريت أسهل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اي اعرف اوصل الى هذا المكان، بس كيف بس اروح للارشاد؟ هذا النقطه اللي اعرفها ما اعرفها. حاضر من عيوني. اول شيء اختي لازم ننتبه، الله يحفظك، لازم ننتبه ان لازم نخلص المستوى الثاني، هذا اول شرط. بعد ما نخلص هذا الشرط الاولي نروح على تيتوريال اند ريسورسز كاهو. اذا تشوفينه وتلاحظين انا قاعد ناشر عليه في الماوس، اليد محطوط عليه، اضغط على ريسورسز تيتوريال اند ريسورسز. طيب هذه الصفحه يا اختي تشوفينها، تبطلت الصفحه. نشوف كلمه تريننج، كلمه تريننج راح نشوف تحتها سجست او سجست، نضغط عليها. مجرد ما نضغط عليها كهي اختي المسار موجود، باثوي منتر بروجرام. للاسف الوقت انتهى. ما عندي اي مشكله. راح اذا بعد اذنكم اذا فيني اخذ 5 دقائق واقدم مقترح بتمديد 5 دقائق عشان اروح على موضوع التعليميه، ففي تقديم مقترح بوضع 5 دقائق اضافيه لي. أنا أتكاشف زيادة. تمام، ما في مشكلة استاذ محمد. طيب جميل. شكرا. أنا شفت بعض الأشخاص يرافعيننا، أوكي يعني الكل معك. جميل حلو الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. الحين نبي نروح حق النقطة الثانية اللي تكلمنا عنها. لحد الحين قاعدين نتكلم عن الشهادات التعليمية وخلصنا منها كشهادات تعليمية. احنا الحين كبيس كام نعتبر خلصنا 60% من معرفتنا فيه، و 60% مقدار وايد رائع على فكرة، مو مقدار صغير. طيب خلصنا احنا الحين، انتهينا من الشهادات، الحين نبي نضيف للدي سي بي، او نبي نضيف لي اللي هو برنامج النادي المتميز، نبي نروح للدي سي بي. شنو الدي سي بي؟ في اعضاء بيسألون، معلش هذا يبي لها ورشة بروحها راح ندخل فيها الدي سي بي، لكن الحين قاعد نقول حق الناس اللي عارف الدي سي بي، الحين نبي نضيف النقطة للدي سي بي. واوعدكم ان شاء الله في ورشة حق الدي سي بي مخصصة، وقراءة الدي سي بي وقراءة الريكوردات اللي موجودة لقادة القطاع ولقادة الأندية، راح تكون ورشة مخصصة ان شاء الله. بعد بعد الورشة اللي انا بسويها لكم ان شاء الله راح تعرفون تقرون الروستر كامل ان شاء الله. طيب شلون نروح لإضافة النقطة للدي سي بي؟ عندنا مكانين. اول مكان نروح على الليدرشيب سنترال، اول ما نضغط راح نشوف مكتوب هنا كلاب سنترال، هذا مكان واحد. زين المكان الثاني يا محمد، المكان الثاني تشوفون الصورة مالتكم هنا، اللي حاط صورة او اللي مو حاط صورة كيف، تحتها اذا نزلنا مكتوب هنا كلاب سنترال، ماركم شو بالدستركت، نروح للكلاب سنترال، نضغط على الكلاب سنترال وندخل عليه سواء من الخطوة الأولى أو الخطوة الثانية. راح يطلع لكم إذا أنتم مشتركين بعدة أندية مثل ما يطلع عندي هنا، إذا مو مشتركين بعدة أندية ما راح يطلع لكم هذا الشيء. خلونا ندخل على نادينا اليوم عشان لا نتعبث بتعليميات الأندية الثانية. الصفحة هذه راح تبطل لكم كلاب سنترال، راح يجيلكم هني كلمة كلاب سنترال والكلاب ادمنستريشن، احنا نبي هذه الكلمة كلاب قصدي ممبرشيب. نروح هني على سبميت ايديوكيشن اوورد، سبميت ايديوكيشن اوورد بمعنى تأكيد او اضافة الدرجات التعليمية، الدرجات التعليمية اللي حققناها وليست الشهادات. نضغط عليها وندخل على Submit Education Award. مجرد ما ندخل على هذه الصفحة راح تطلع لنا أسماء جميع الأعضاء الموجودين. خلونا ناخذ أحد هؤلاء الأعضاء، خلينا نقول صاحبة السؤال. مجرد ما ناخذ الاسم راح يطلع لي هني Select Education Program، بمعنى أنا هنا اخترت الاسم، هني يقول لك اختار شنو البرنامج، شنو بتعطيها. زين
نبطل اللستة هذه يطلع لي كل الأشياء اللي أنا بعطيها. اللي يميز الباثوي إنه عبارة عن ليفلز، ليفل 1 2 3 4 5 مثل ما قلنا. شلون بنعرفها لو أنا ما عندي لغة؟ مكتوب هني ليفل 2 وبكل بساطة وباللغة العربية، وهذا اسم المسار مالها. أعطي أنا الحين طبعا ما راح أسوي لها أكسبت يا جماعة اسمحوا لنا، لكن راح نوصل إلى درجة لي قبل الأكسبت إنه تأخذ الدرجة. هني الاسم موجود مثل ما شفنا بسلكت ممبر كاسم، وتحت سلكت إديكيشن بروغرام. لو نشوف تحت هني عندنا ريفيو أورد سبمشن، إذا ضغطنا هذا راح يطلع لي وتطلع لي صفحة ثانية راح تقول لي سبمت، متأكد؟ إذا عطيته سبمت العضو خذ الدرجة والنادي خذ الدرجة وتم تسجيلها في الدي سي بي. فهي تعليميات. المهم عندنا خطوتين، أول خطبة البيس كام مانجر، نروح نعطي أوكي عشان العضو ياخذ شهادته التعليمية. والخطوة الثانية نروح على الكلب سنترال ونروح على إديكيشن أورد ونختار الاسم ونسوي سلكت إديكيشن بروغرام ونعطي سبمشن أو سبمت. انتبهوا يا تعليميات، خطوتين مهمين جدا جدا جدا. وبكذي أنا أكون انتهيت من الباثوي بنسبة كبيرة إن شاء الله. أتمنى أكون فتكم. اللي حاب يعرف زيادة شلون أدخل مشاريعي، أن التعليمية ما تقول لي بعدين باكر شلون، أتمنى يقعد لنهاية الاجتماع. بعد انتهاء الاجتماع دائما احنا عندنا جلسة إرشادية مفتوحة، اللي بيقعد حيال اللي ما بيقعد شيء راجع له يقعدوا نهاية الاجتماع راح اشرحها ذاك الوقت. شكرا لكم. يعطيك العافية استاذ محمد، ما قصرت صراحة على كمية هذه المعلومات. بس في سؤال أخير من أختي غادة، بس لو تفيدها معلك أمر. نعم أتمنى. هي تقول ممكن طريقة سهلة لاستخراج نماذج التقييم عربي أو إنجليزي بدون الدخول إلى الموقع نفسه؟ نعم أنا تو شرحتها لكم بخصوص، حاضر الحين نروح لها طريقة شري سريعة. ليش؟ عشان لا ناخذ من وقت الخطب الارتجالية وكلنا منتظرين، يعني ما بيقول منسق الفذ، فهو أكبر من فذ، يعني أخوي ميسرة فندي صاحب يعني برامج أونلاين في موضوع الخطب الارتجالية، لكن خلينا بعد إذنك يا ميسرة نفيد، بعد إذنكم يا أعضاء نفيد الناس بعض الأمور اللي مثل ما راح نفيدهم في الخطب الارتجالية إن شاء الله ومع بطلنا ميسرة فندي. طيب يا أختي غادة ويا جميع أعضاء التوست ماستر من تعليميات أو من بيس كام مانيجرز، وأيضا من لهم نية أن يكونون السنة القادمة إن شاء الله في هذه المناصب، مثل ما نشوف هنا يا أختي غادة هذا مبطل المكان. إذا رحنا عند Tutorial and Resources نفس الشيء مثل ما قلنا يتبطل معنا، ونفس ما توا إحنا صفقنا واستانسنا باللي صار، فإحنا صفقنا واستانسنا لأن تم التعريب. أمانة تعريب شنو؟ تعريب هذه المواد. لو تشوفين هنا يا أختي غادة والجميع الأعضاء Evaluation Resources موجودة بـ 11 لغة اللي مترجمة في عالم التوست ماستر. اختار اللغة العربية، ومن هني اقدر اني انا اختار شنو العضو عنده واطبع له من مشروع موجود عنده بالاسم ماله. هذه اسماء جميع المسارات اللي موجودة، واقدر ادورها من خلال البحث. أستاذ محمد هي كانت تقصد إن هل هي تقدر تطلعهم من غير ما تدش على الموقع أصلا؟ لا يعني في طريقة ثانية تكون سهلة إن من غير ما أنا أضطر إني أدش للموقع عشان أضطر أخذ هذا التقييم لهذه الخطبة مثلا؟ لا طبعا هو لا إزاي ما ينفع. أنا عارف إنه مستحيل، بس أنا هو سؤاله عشان أقدر الجميع عشان الصورة تكون واضحة. يعني شوف أختي غادة وجميع اللي موجودين وآدمنز وكلكم، يعني أنا خليني أقول لكم معلومة، أنا اليوم قاعد أتكلم بصفة رسمية بالموقع، فأنا راح أفيدكم بالموقع، لكن هذا نقدر نعتبره خارج النص، بمعنى
راح أفيدكم من عضو لعضو فقط لا غير، بعيدا عن أي مسميات. في ناس الله يجزاهم خير وشكرا لمجهوداتهم اجمعوا هذه الكتيبات أو اجمعوا هذه التقايم كلها في عدة لغات، عربي انجليزي موجودة، وموجودة الكتيبات عند أغلب قادة القطاع موجودين، وموجودين بي دي اف، وموجودين عندي إذا ما خابني الظن بنسبة 95% موجودين عندي، ونسبة 5% للخطأ لو أنا مسحتها لا سمح الله، بس أنا متأكد أنها موجودة، لكن نسبة الخطأ واردة. موجودة هذه الكتيبات. وأذكر في نصف السنة يمكن شهر 12 أو 1 أنا دزيتها مرة، بس أنا مستعد مرة ثانية أدزها برودكاست للجميع. أنا وعدكم أن أدزها لكم موجودين، تقدرين تخزنينها عندك وما ترجعين للموقع. لكن شنو ميزة الموقع أختي غادة أو جميع الأعضاء؟ أنه ممكن يصير في أبديت وإحنا ما ندري، ممكن أن الحين دخلنا بواحد سبعة ممكن يصير في أبديت، فإحنا كذي ظلمنا المقيم وظلمنا العضو بأن أعطيناه ورقة تقييم قديمة. ممكن والله أعلم بالنهاية ممكن ما تتغير، لكن اللي أتمنى منك أن لو أنت حابة أنك أنت ما ترجعين للموقع وما تأذين نفسك معاهم، تأخذين الكتيب وتشيكين شيء، تقعدين لك يوم 4-5 ساعات وتفتحين المكان اللي قلت لك يا هني الحين وتشيكين على واحدة من التقييمات اللي موجودة. إذا كلهم أوكي وما في أي تغيير، فيعني تعليميتكم أو التعليمية اللي أنت حضرتك منها أو تبين تفيدينها فهي راح تكون بقمة السعادة أنها ما ترجع للموقع. هذه إجابتي لكم official و non-official. يعطيك العافية.